نزور سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين نيابة لمولانا صاحب الزمان ونيابة عن أم البنين باب الحوائج عند الله وعن المؤمنين وعن المؤمنات وعن المرحومين وعن الشهداء وعن الذين سألونا للدعاء وعن خدمة الحسين عامة قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المبهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالبكم وحرب إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجالة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا
ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لغتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي منك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمعالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى علي بنيانه وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلمان وحرب لمن وولي لمن ولكم وعدو. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسألوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وب
وبشر الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما ضمه وعظم رزيته في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم من كلعنة أبدا العابدين. وهذا يوم فرحت بيان زيادة وآل مروان بقتل الحسين بقتل الحسين صلوات علي. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام. ثم نقول مئة مرة اللهم لعن أول ظالم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ثم نقول مئة مرة السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اللهم خص أنت ولا ظالما بلعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا ما جواهم دون الحسين عليه السلام. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله ومن يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.